1000 درجة وظيفية ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي أطلقت استمارتها الألكترونية في كركوك ليتخطى عدد المتقدمين حتى الآن حاجز 10,000 متقدم. أمل وبشكل جاد أن تجري عملية اختيار المتقدمين بكل شفافية وأن يحصل المتقدم على استحقاقه الفعلي من خلال نظام النقاط أو احتساب الدرجات اللي رسمتها وزارة المالية. اعتراضات وضغوطات سياسية مورست بحق لجنة التعيينات جعلت رئيسها يقدم استقالته فيما ارتفعت المطالب بضرورة توزيعها على مستحقيها وبنسب تراعي التنوع القومي في المحافظة. الضغوط السياسية التي يمارسها النواب في محافظة كركوك ومحاولة الحصول على أكثر من استحقاقهم بصورة غير عادلة وغبن الآخرين هي التي دعت السيد رئيس اللجنة للاستقالة. نحن بدورنا نطالب أن يكون هنالك شفافية واضحة في هذه الدرجات وأن توزع على مستحقيها وحسب النسب السكانية لكي تغطي أكبر عدد من المواطنين في كركوك. 1000 درجة وظيفية بشروط كثيرة وراتب قليل تقابلها طوابير آلاف الخريجين ومظاهراتهم المطالبة بالتعيين، عدد يوصف بالقليل مقارنة بحاجة المحافظة ودوائرها. إن شاء الله فرصة جيدة للشباب، ولكن الخوف كل الخوف من أن تكون حال عقود متدربين نفط الشمال 3 سنوات مثل ما هي مقررة وتنتهي بعدها راح يرجعون ذول الشباب يظهرون قدام المحافظة ونرجع للمربع الأول. حسب تصوري في كركوك أكثر من 200,000 أو 300,000 شخص عاطل عن عمل، والدرجة الوظيفية هو 1000. هاي نقطة. نقطة ثانية بخصوص الشفافية في التقديمات، احنا دائما نلاحظ عدم الشفافية في التعيينات وتعيينات العقود أو الدائمية. حتى هذا الشيء بشكل عام بالسوشيال ميديا نشوف انه اشخاص عندهم خبرات عندهم شهادات عالية من الخارج جايين مقدمين ما محصلين درجات وظيفية بالعراق. تأجيرها قليل عقد لمدة 3 سنوات وبدراتب 300,000. ما حد ما حدد ورا هاي الثلاث سنوات ايش راح يصير؟ وهل هاي 300,000 هاي اكو بيها تدرج ايش راح يصير بالأخير؟ ما حد ما يعرف هذا الشيء. قيل سابقاً إن الذي يأتي متأخراً أفضل من ألا يأتي، ربما ينطبق هذا المثل على الكثير من المتقدمين الذين قضوا الكثير من سنوات عمرهم في طلب العلم. لقناة دجلة، محمد الصالح، كركوك.